معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان السيد اياد العنازي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد اياد. اذا بعد اعلان فريق المراقبين البريطانيين نسبه المشاركه الشعبيه في الانتخابات بنسبه 19% فقط، الا تعتقد اخفاق شركاء العمليه السياسيه في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، واسعد الله مساءكم بالخير. حياك الله. تبقى العملية السياسية في العراق والانتخابات كراهية التدخلات الإقليمية والدولية، وبالتالي نحن نرى أنه هذه العملية السياسية التي كانت هي ثمار غزو الأمريكي للعراق لم تؤتي يعني كما نقول نتائجها الإيجابية، لأنها لم ترتقي ولم تكن هي جزء من المعاناة التي يعيشها الشعب العراقي. على العكس، لو راينا انه هذه الانتخابات وما سبقها ماذا اوجدت للشعب العراقي غير كثيرا من الماساه وكثيرا من الازمات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه. هي الان نرى على المستوى الاجتماعي ما حل بالبلد من ازمات تتعلق بضعف الانتاج المحلي من خلال البطاله الموجوده ومن خلال عدم وجود عمليات تنموية وملامح اقتصادية وبرامج للتقدم الصناعي والزراعي في البلد، ارتفاع نسبة البطالة وحصلت أكثر من 40%، عدم وجود أفق سياسية صحيحة إلى كيفية إعادة قيادة البلد إلى المربع الذي يريده. هذه كانت ملامح هذه العملية السياسية، وتأتي هذه الانتخابات تؤثر. هذا ما جسده الشعب في واقع الحال، هذا ما جسده الشعب بعد حقيقة مقاطعة الشعب العراقي لهذه الانتخابات. هل سيواصل شركاء العملية السياسية الحديث عن شرعيتهم الشعبية بعد مقاطعة نحو 80% ممن لهم حق التصويت للانتخابات؟ هم يعلمون حقيقة الأمر أنه ما حدث الآن، والحقيقة كما نقول أنه الصفعات التي وجهت لكثير من القيادات اللي موجودة في الكتل والأحزاب السياسية وخروجها من دائرة الانتخابات وعلى حصولها على الحد الأدنى من الأصوات التي قد تعيدها إلى النواب، هي عملية إخراجهم من العملية السياسية التي جاء بها الاحتلال، هي دليل واضح وصريح يعني التأثير الشعبي واضح وصريح للصوت الشعبي الذي تمثل بانتفاضة سياسية واضحة، والذي قيل عنه الآن نحن نبحث عن رأي شعبي تجسد في هذه الانتخابات. هذا الرأي الشعبي سيتجسد أكثر وسيكون له تأثيراته في المراحل القادمة والسنوات القادمة أيضا، من رفض إلى جميع الأدوات التي أتت في العملية السياسية وأتت في هذه الأحزاب. واضح أنه الشعب العراقي بدأ يعلم حقيقة هؤلاء وبدأ يضبط، هو يعلم جيدا منذ بداية الاحتلال، ولكن عندما كبل بكثير من الأزمات الاجتماعية السياسية كما قلت لم تفقده الرؤيه، ولكن افقدته في بعض يعني الادوات التي يستطيع ان يتحرك بها بسبب الثقل الكاهل الذي اوجدته هذه الاحزاب وهذه الكتل، وبالتالي امعنت ايذائه نفسيا واجتماعيا. ومع بالرغم من هذه النسبه الضئيله نسبه 19%، بمعنى ان المقاطعه الشعبيه كانت واضحه، ولكن هناك عمليات تزوير كبيره كما قال النائب عبد الرحيم الدراجي، قال أن هذا التزوير لا يمكن أن تستمر العملية السياسية بهذا التزوير، ما تعليقك؟ واضح أنه المفوضية الانتخابات عندما تكون لديها أدواتها الفنية والإدارية، ولكنها تعلم جيدا أنه كثير من المحطات وكثير من الشكاوي وكثير من الطعون التي قدمت حتى من قبل الكتل السياسية، إن كانت الخاسرة الأكبر في هذه الانتخابات أو التي تعتمد على نسب التزوير التي حدث بها أو عملية المغالطة في عملية الفرز الذي جرى في بعض المحطات أو حتى في داخل العراق، نحن لا زال لحد الآن الشكاوى مستمرة. ولكن طبيعة الحال أنه اليوم حاولت المفوضة الانتخابات أن تنأى بنفسها عن ذلك، وهي نعلم وإن كانت كما تقول هي هيئة مستقلة، ولكنها لا زالت تعيش تحت تأثير
الكثير من الاحزاب المتنفذه في السلطه، ولذلك سارعت اولا لاعلان نتائج قبل عقد مجلس النواب الذي لم يحظى بالحضور الكامل والانتصار، وبالتالي ايضا هي اعتمدت مبدا اليوم حتى لكي تثبت جميع الاطراف او تثبت الغضب الشعبي في محافظات عديده من محافظات العراق، قالت نكتفي ب قراءة العد اليدوي او مراجعة 16 محطة انتخابية، عدد اصواتها كل هذه 16 محطة انتخابية 80,000 صوت، فإذا ماذا ستؤثر وماذا ستفعل هذه الاصوات؟ إذا هناك اصرار على البقاء على هذه العملية واصرار على التمسك بالاخفاقات التي حدثت خلال سير العملية الانتخابية. نعم. الآن كيف يمكن لمجلس نواب جديد وحكومة جديدة أن تتصدى لمهمات كبيرة كمكافحة الفساد وإطلاق برنامج التنمية وهما نتاج عملية انتخابية مزورة؟ هذا الموضوع هم يعلمون جيدا أن أي مجلس نواب إن كان سابقا أو حاليا أو في المستقبل سوف لا يستطيع أن يلبي الحاجيات الأساسية للمواطن. نحن نعلم أنه لو كان هناك الآن حقيقة في العملية الديمقراطية التي سارت وكما يدعون بها وكما ألمحوا إليها في كثير من تصريحاتهم الإعلامية أو مؤتمراتهم الصحفية، لكان مجلس النواب قبل 4 سنوات كان أخذ بها. لا يختلف المجلس النواب القادم عن مجلس النواب السابق، أراه هو صنيع والتغيير فقط في بعض الوجوه أو التغيير في بعض المعايير، ولكن الفساد إذا كان سيمتحن أمامهم وسيكون هو الأساس في عملية رد هذا المجلس في أن يكافح الفاسدين، وأن كما يقولون أن الاختصاص منهم، نحن نتكلم عن هدر أكثر من 800 مليار دولار لم تهدر خلال 4 سنوات الماضية ولا الآن، هي هدرت من قبل 10 سنوات. أين كان مجلس النواب في كثير من دورات الانتخابية؟ أين أكثر من 6,000 قضية رفعت إلى مجلس النواب قبل أكثر من سنة لم يؤخذ بها غير 6,000 ووضعت الباقي على الرف؟ إذا هناك إمعان في إيذاء المواطن العراقي في استغلال والاستواء والعمل على الاستفادة من السحت الحرام والتلاعب بثروة الشعب. شكرا جزيلا لك سيدي عادل عناز الكاتب والمحلل السياسي من عمان.